بكل الخمسينات والستينات رجع صار موضة الشعر المرفوع، الايلاينر الممدود والشفاف الحمراء اللي ببساطة بنسميه البين اب لوك. وللحواجب راح استعمل الباودر وبلش من اخر الحاجب، ومن تحت راح احاول ارسم خط ومشطه اللون يتوزع. ولو بدكم انه اللون يبين اكثر على الحاجب فيكم تاخذوا شوي مع فيكس بلس. اكثر شيء للناس اللي ما عندهم شعر يعني بدهم يرسموا على السكن، لانه الباودر رح تمسك اكثر على السكن. بنحاول نرسم شعيرات like this. سو نفس الطريقه على الحاجب الثاني.